السيد الرئيس جمال عبد الناصر والسيد عبد اللطيف البغدادي نائب الرئيس والوزراء مهرجان الفتوة الثالث لأعياد الشباب الذي أقيم بالنادي الأهلي بالجزيرة. توصوله حرس شرف من شباب الفتوة المتحدة. وكان برنامج المهرجان حافلا قدم فيه 12,000 فتى وفتاة من إقليمي الجمهورية عرضا رائعا لمختلف مجالات النشاط لشباب الفتوة. وشهد الحاضرون عرضا للاشتباك والدفاع عن النفس، وقد أدى الشباب هذا العرض في ثبات وإجادة ومهارة دلت على حسن تدريبهم، وقد اشترك في تقديم هذا العرض 500 طالب. وقد اشترك الفتيان والفتيات في إعطاء بيان كامل عن معركة بورسعيد الخالدة، وفي دقائق معدودات أقيمت المنازل والاستحكامات، ومثل الشباب دور المقاومة الشعبية. واشترك أكثر من 2000 طالب وطالبة في استعراض السد العالي، فمثلوا إقامة السد وأثره في تصنيع البلاد وتنمية الثروة الزراعية والدخل القومي. وتضمن العرض الكبير هبوط أول فوج من الهابطات بالمظلات في الشرق الأوسط مع الفوج الثالث من الفتيان الذين تخرجوا حديثا. دليل جديد تقدمه الفتاة العربية على جدارتها بالدور الفعال الذي يريده الوطن منها في بناء غده المزهر. ومرت بعد ذلك القوات المشتركة في العرض أمام الرئيس جمال عبد الناصر في خطوات متزنة قوية. شباب مؤمن بوطنه وعروبته يسير كتفا إلى كتف في عزم وإصرار لبناء مستقبل أمته ومجد وطنه. شباب الإقليم الشمالي من الفتيان والفتيات يرسمون مظهرا من مظاهر التضامن القوي الذي عم الشباب في مختلف أنحاء جمهوريتنا. عرض للشرطة العسكرية قدمه الفتيان والفتيات، وقد استمر العرض زهاء ساعة بين تحيات الجماهير الذين قابلوا الشباب بحماس الحب والإعزاز. عرض للشرطة على الدراجات البخارية، وهو عرض جديد أدخل حديثا ضمن برامج الدراسة في هيئة الفتوة. طابور الهابطين بالمظلات في خطوات سريعة وثابة. وفي نهاية العرض سلم الرئيس الجوائز لفتيات فرقة المظلات بين الهتافات المدوية بحياة الجمهورية العربية وحياة قائدها وحياة أبنائها البواسل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.